زين نكمل هنا size distribution and measurement قياسات الحجم والتوزيع naturally occurring particle solids melt solids the shape of particles is irregular the size particle varies with a large range of smallest particle يعني بكل بساطة اختصر لك هذا الحكي يقول لك إن عملية تصغير حجم المواد الصلبة يعتمد على شكل سواء هو كان شكل أو غير منتظم irregular okay ويتغير ما بين الجزيئات الكبيرة وما بين الجزيئات الصغيرة okay There is no known of method of dividing irregular particles in geometric terms. يقول لكم ما يعني ماكو في التعريف واضح للشكل الغير منتظم بالهندسة. ماكو في التعريف يقول لك إنه هذه الشغلة إنه هي معناتها غير منتظمة. أوكي. فلذلك يقول لكم الطرق التعبير عن الحجم عبرنا عن particle size أو irregular in terms diameter. فأني من أريد أرمز الحجم جزيئة غير منتظمة الشكل أرمز لها شنو؟ بالديامتر for irregular particle and equivalent particle same volume may be substituted زين ايش يقول لكم هنا for irregular particle الجزيئات الغير منتظمه هنا with a same surface or volume may be substituted يقول لكم ممكن انه هي تكون حاويه على نفس الحجم ونفس السطح for convenience of mathematical treatment An irregular particle is considered in terms an equivalent sphere. So an irregular particle is expressed as diameter. هنا ايش يقول لكم؟ يقول لكم بكل بساطة convenience mathematical treatments. شنو خالي؟ mathematical treatment. أني عندي علاجات لازم أعتمد بها على الرياضيات. على مود أعرف حجم الجزيئة سواء كانت غير منتظمة أو كان لها فد شكل كروي. أوكي أعبر عنه شنو بالديامتر methods of diameter measurement طرق قياس القطر microscopy هذه هسه أنت مهمة قلنا إحنا شلون نعبر عن السايز بالديامتر بالحجم شلون أجي أقيسه microscope مجهر sieving sedimentation هسه أنت كل واحد لربما هنا يسأل نفسه شنو هي هذه المصطلحات أوكي أني أغلب المشكلة اللي دا أشوفها بالطلاب هي إنه يقول لك أني ما أعرف المعنى أواجه مشكلة من ناحية المعنى زين فبكل بساطة هنا عندك أنت شنية الفحص المجهري اللي هو الميكروسكوب السيفينج اللي هي الغربلة شنية الغربلة اللي ملحقين قبل مشان أكو شيء اسمه منخل هذا المنخل يحطون بيه طحين ما كان اكو هذا الطحين اللي هو شان هسه اللي احنا يجينا يعني مرتب ومصفط وعلى حسب الاصول لا كان طحين ما الحصه يخلوه بالمنخل وينخلون يطلعوا لك من عنده الجزيئات الناعمه هذه سيفينج غربله سيديمينيشن اللي هو شنو الترسيب ثيوري اوف كوميونيك اوف ثيوري اوف كوميونيتيشن هنا نظريه الطحن يقول لكم هي عبارة عن ميكانيكال بيهيفير عبارة عن سلوك ميكانيكي للمواد الصلبة تحت الضغط under stress are strained and deformed هنا راح تتفكك وراح تتكسر تحت الضغط ايش راح يصير بها خالي راح تتكسر زين the initial liner portion of curve defined يقول لكم قانون هوك هذا هنا قبل ما اشرح لك قانون هوك باع لي هنا سترين شد ستريس ضغط شد وضغط على الماده ايش راح يسوي لك انت شوي شوي اذا هي الماده مطاطيه مثل ما تشوفوها الاستيك ديفورميشن يعني راح يصير بيها تشوه انه هي ممكن ترجع شكلها لكن مو نفس الاول وراها الى ان توصل مرحله الديفورميشن الاستيك يعني كانت تتمطط يعني انت مثل السبرنج تجرها وترجع بس من اوصل ديفورميشن انت جريتها بعد ما رجعت ومن ضليت تعدها بقوة كلش هواية سويت لها شنو خالي فراكتشر هنا دمرتها فهنا ايش يقول لكم دي يقول لكم هذا الكيرف اللي هو الهوكس لو قانون هوك اللي هو السترس دايركتلي بروبورشن وذ سترين هذا قانون مهم هوك ايش قال لنا قال لنا انه الضغط يتناسب طرديا ويا من ويا الشد انت كل ما الشد اكثر
كل مادة تعرض الضغط أكثر. Yoke's modules slope of the linear portion هنا دي يقولكم هذا النموذج linear portion اللي هو الخطي هذا اللي هنا دي يوضح لكم العلاقة الخطية ما بين الشد وما بين الضغط. زين. Express the stiffness or softness of solid in dice per square centimeter يعني يعبر هنا على الشدة والليونة للمواد الصلبة. اوكي ونعبر عنها شنو بوحدة الداين بير سكوير سنتيمتر الداين بالسكوير سنتيمتر اللي هو السنتيمتر المكعب احفظها وحدة الشد عندك شنو هي داين بير سكوير سكويمتر. زين The strain هذا الكيرف مال شد وضغط هنا عندكم becomes non-linear يصير بهذا الـ yield point هنا non-linear يعني هو شوف بلش لك ياها هنا بشكل خطي بهذا الـ yield point لا هنا بدأ يصير شنو كيرفي بدأ انه هو يصير ملحني okay curves become non-linear which is measure of the resistant to permanent deformation وده يقولكم هو يقيس المقاومة بشنو بالديفورميشن يعني انت يشوف ايش قد عندك مقاومة هنا عن طريق هنا deformation يعني تشوه المادة المادة ايش قد تتشوه عندك ايش قد معناتها انه هي ده تتعرض المقاومة well still greater stress the region of irreversible plastic deformation is reached يعني هنا المادة دي يقولكم انه هي تتعرض الضغط اكثر اوكي اذا كان التشوه عندي لا يمكن عكسه يعني ما اشبه لك اياها انت عندك سبرنجة شديتها هيك ورجعت لمكانها واكو بيها شديتها وبعد ما رجعت يا هي اللي تعرضت للضغط اكثر الاولى لا الثانية بديهي راح تقول لي الثانية أقول لك ليش لأن قلت لي أنت شديتها وما رجعت معناته نفس الشيء أنت كل ما زاد تشوه المادة كل ما زاد الضغط هنا عندي كل ما زاد السترس The region of irreversible plastic deformation reached The area under the curve represent energy of a fracture هنا دي يقولكم مساحة تحت المنحني معناتها دي توفر لي طاقة الكسر is approximately measure impact strength of material هنا نجد يقولكم هذا المادة دي توفر لي انه انت شقد دي يصير عندك كسر اوكي هذا المنحني دي يوفر لك المادة شقد جاية تتشوه in a milling process عملية الميلينج هي شنية انت تتصغر حجم الكسر the particle will be fracture يعني هذا الجزئين عندك اوكي single particle subjected to sudden impact and fracture هنا أنا هذه المادة يعبر لك عنها انه هي شقد تتكسر وشون انت هذه الجزيئات الصغيرة تحولها الى جزيئات يعني الكبيرة تحولها الى جزيئات صغيرة with relatively few particles of intermediate size بالاضافة الى انه من هنا يقولكم الحجم يكون متوسط if the energy impact is increased the larger particles or of a smaller size and greater number دي يقولكم هنا إذا الطاقة زادت the larger particles الجزيئات الأكبر of a smaller size and greater number دي يقولكم هنا إذا الطاقة زادت حجم الجزيئات راح يصغر إذا الطاقة شنو زادت حجم الجزيئات راح يصغر and greater number والعدد راح يزيد And although the number of fine particles is increased يعني هنا ليش دا يقول لكم ودا يقول لكم بالإضافة إلى ذلك عدد الجزيئات راح يزيد فأعيد هنا ليش دا يقول لكم كل ما زادت طاقة الضغط الجزيئات الكبيرة أوكي راح تتحول إلى جزيئات صغيرة راح يزيد يعني التكسير راح يزيد هنا عندكم والجزيئات اللي بعد أصغر من عندها همين راح يزيد أوكي This their size not greatly changed. It seems that the size fine particle is related to the internal structure of material. هنا ده يقول لك هو بعض
من أني حولتها جزيئات صغيرة وراها تحولت إلى باودر. هنا بدي أقول لك الموضوع ما له دخل بالحجم لا، لكن القوة الداخلية مع المادة، إمكانية تحمل المادة للكسر، هي هذه اللي أنا دا أقيس عليها. يعني المادة ما تشقد تتحمل على مود ما تنكسر، اللي هو الانترنال ستركتشر، التركيب الداخلي للمادة. هذا التركيب الداخلي للمادة هو اللي حدد لي هي إمكانية المادة إنه هي تتحمل كسر وتتحول إلى شيء أصغر ولا لا. أوكي.